عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. وصلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جردل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر. بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت. اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك. لحظة واحدة. حاضر. خلاص يا دكتور. اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت وده اللي هدف العنتاب لي. أمرني الله الحبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك والنبي. بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي. هل أنت كنت واقف مع الدكتور ألف لا بأس شر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده عيان. الف لا باس شروا عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، انا عايز حاجه اوطى من كده، انا حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي. ده انا جربته. حلو. انا جربت ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ اه. طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي. ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده هاخده ان شاء الله. هاخده ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكن. اصحى يا لمبي الساعة بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصر وسنين المصر في السودة وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. آه. خميس 22. ايه ده؟ نجلاء! نجلاء! نجلاء هو السرير ده جاي امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه امتى؟
مالك يا راجل عمال تسالني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال بنزل. استنى 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 انت اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس، انا كويس اه، بس هو الايام حصل فيها طب كده اهو، مش عارف. طب بقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه شواف. بقول لك يا دكتور شواف، اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه. مش عارفه ولا مش عارفه؟ اديني العنوان، انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع، انا دلوقتي في البيت وطالع على المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني.